نذهب مباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى نيوجيرسي وضيف الكريم من هناك الدكتور جابرييل سوما. دكتور جابرييل، ونتحدث عن الأمر، رأينا محادثات في بروكسل في واشنطن الآن، وأيضا كان هناك محادثات في موسكو. ما هي مصلحة الأطراف الدولية بشكل عام في إنهاء هذا الصراع الطويل الأمد بين باكو ويريفان؟ وكما تعلم الصراع له تاريخ طويل بين هذين البلدين. بدأ يعني كان هناك صراعا حتى قبل الثورة البولشفيكية سنة 1917 في روسيا، وعندما ضم الاتحاد السوفيتي أرمينيا وأذربيجان إليه، طلبت أرمينيا آنذاك في حوالي سنة 1922 طلبت من الاتحاد السوفيتي الاعتراف بهذا الإقليم أرتساخ على أنه جزء من أرمينيا، إلا أن الاتحاد السوفيتي رفض ذلك. ثم تلت عدة حروب بين البلدين، في كل مرة كانت تطلب أرمينيا من روسيا إعطاء يعني ضمانات بأن أرتساخ هي جزء من أرمينيا. كل مرة كانت روسيا ترفض هذا الأمر. عندئذ تدخل الاتحاد الأوروبي في هذا الموضوع، دول مفاوضات المنسك، ولا يوجد في تعليقات الدول الأوروبية أي اعتراف بأرتساخ كدولة مستقلة أو ضمها إلى أرمينيا كما كانت تطلب أرمينيا. لذلك وصلنا إلى وقت اضطرت الحكومة الأرمينية الاعتراف بالأمر الواقع بأنه لا يوجد اعتراف دولي بأرتساخ على أنها دولة مستقلة أو أنها دولة تابعة أو إقليم تابع. هل التحرك الحالي متعلق بمشاريع الطاقة أم بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية؟ أعتقد أن الأمر الذي طال أمده يتعلق بقرار الحكومة الأرمينية الاعتراف بالأمر الواقع، وهو أن أرتساخ هي جزء من أذربيجان. علينا أن نذكر بأن أرتساخ تمثل حوالي 14% من أراضي أذربيجان. عدد سكانها من الأرمن هو بحدود 120 ألف شخص. عدد سكان أرمينيا كله لكن أغلبهم أرمينيين، 120 ألف أرمني. نعم. وهناك بحدود 20 إلى 30 ألف أذربيجاني. إذن الأمر الواقع يعني فرض نفسه على الحكومة الأرمينية على أن الاعتراف الدولي بدولة مستقلة أو ضمها إلى أرمينيا غير ممكن. لذلك اعترفت مؤخرا بأن أرتساخ هي جزء من أذربيجان. نعم.